شيخ نحبك إن شاء الله في الله. وكذلك عندي سؤال عن دخول الفجر. الفجر يعني بيان اللي يدخل بها الله يجزاك خير. أولا أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا محبتنا في الله وبغضنا في الله، أن نبغض من أبغضه الله ورسوله ونحب من أحبه الله ورسوله. الفجر، هل أنت في بلد أو قرية ولا في البر؟ إذن لا يمكن أن ترى الفجر من أجل الأنوار. في مزرعة ولا حولك أنوار ولا شيء. هذه يمكن أن تعرف الفجر بنفسك، إذا لم يكن غيم ولا قطر أنت تعرفه بنفسك. الفجر يطلع من إن الله حدد هذا حدا بين، قال فالآن باشرهن، يعني الزوجات في ليالي الصيام، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا خرج إلى, 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 إلى البر وليس أمامك أنوار وليس فيه قطر ولا غيم، انظر للأفق، متى وجدت هذا الخيط المعترض من الشمال إلى الجنوب، نعم هذا البياض، فهذا الفجر، فصل. من فضلك اقلب الشريط. فالفجر بنفسك، إذا لم يكن غيم ولا قطر أنت تعرفه بنفسك. الفجر يطلع من إن الله حدد هذا حدا بين، قال فالآن باشرهن، يعني الزوجات في ليالي الصيام، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا خرج إلى البر وليس أمامك أنوار وليس فيه قطر ولا غيم، انظر للأفق، متى وجدت هذا الخيط المعترض من الشمال إلى الجنوب، نعم هذا البياض، فهذا الفجر، فصل. وامتنع أن أترك الصوم إن كنت تريد الصوم، وما لم تره فأنت في ليل. أفهمت؟ لا لا، ما الفجر اللي يمتد من الشرق من الشمال إلى الجنوب المعترض، فهمت؟ لا لا لا، لعله هو اللي يسمونها المجر، هذا مجر النجوم، لا هذا يكون في الأفق، يكون في الأفق في أسفل السماء أبيض، عرفت؟ أما إذا كنت لا يمكن أن ترى الفجر إما للغيم أو للقطر أو للأنوار أو من جاء أنت بين البيوت، فالتوقيت الموجود الآن، التوقيت الموجود الآن في التقديم 5 دقائق في الفجر خاصة على مدار السنة، بمعنى أنك إذا أردت أن تصيب الفجر بإذن الله فأخر 5 دقائق، أخر 5 دقائق، أفهمت؟ بعض الأخوان يقول لا أنه يأخر أكثر، ويقول أنا خرجت عدة مرات في ليال ليس فيها حتى لا لا لا، لعله هو اللي يسمونها المجر، هذا مجر النجوم، لا هذا يكون في الأفق، يكون في الأفق في أسفل السماء أبيض، عرفت؟ أما إذا كنت لا يمكن أن ترى الفجر إما للغيم أو للقطر أو للأنوار أو من جاء أنت بين البيوت، فالتوقيت الموجود الآن، التوقيت الموجود الآن في التقديم 5 دقائق في الفجر خاصة على مدار السنة، بمعنى أنك إذا أردت أن تصيب الفجر بإذن الله فأخر 5 دقائق، أخر 5 دقائق، أفهمت؟
بعض الأخوان يقول لا أنه يأخر أكثر ويقول أنا خرجت عدة مرات في ليال ليس فيها قمر وليس فيها قطر وليس فيها سحاب ووجدته يتأخر إلى ربع ساعة أو الظاهر لي أن هذا طويل يعني كثير يعني بمعنى يجعل الفرق بين التوقيت الحاضر اللي مكتوب وبين طلوع الفجر 10 دقائق أو ربع ساعة لكن هذا أظنه مبالغة إنما 5 دقائق حسب تقدير الفلكيين يقولون إنه لابد من أن يؤخر الإنسان في أذان الفجر 5 دقائق نعم اليسار.